ان انا احب اخرج القوي اللي جوايا ده. عارفين اخرجه امتى؟ انا اخرجه لما اكون حاسس ان انا في خطر. مين اللي بيخرج من جوايا؟ الاسد الشجاع ولا القط الضعيف؟ حاضر، الاسد الشجاع هو اللي بيخرج من جوايا عشان يدافع عني. ربنا سبحانه وتعالى قال لي خد الحاجه الجميله دي بس حافظ عليها قوي قوي. عارفين ايه الحاجه دي؟ دي جسمك انت بس اللي بتملكه، مفيش حد تاني بيملكه. يعني ما ينفعش حد يلمس جسمك غيرك، ممكن حد تاني، ممكن ماما، ممكن بابا، ممكن اللي جاي بتاعي داخل المدرسه لان بابا وماما مش موجودين معايا ولا معايا حد من اخواتي، يبقى ممكن اللي جاي بتاعتي. اه ده ممكن حد تاني، حد يقدر يقول لي مين هو؟ ها مين اللي يقدر يلمس جسمي تاني؟ لا طبعا مش حاجه اسمها
ولاد مع بعض، هي دي الخصوصية. لكن انت عرفتي عن ايه الخصوصية؟ ان انا حافظ على ايه؟ على جسمي. قلنا الاماكن اللي بتلمس الايد والكتف الشعر، ممكن المسهم في صحبي او صاحبتي وانتوا طالعين بتقفوا على السلم وابن ماسكين في بعض عادي خالص. طب تعالي نشوف ايه هي الاماكن اللي صعبة ان احنا نلمسها دي مع بعض. على ايه يا حبيبي؟ تعالوا كده شوفوا، تعالوا شوفوا معايا. Thank you.
ربنا